هل هذه بداية الخير إن شاء الله؟ ممكن إحنا نقول أكيد راح يكون عندنا موسم ممطر؟ إن شاء الله، يعني نحن مثل ما شفنا هذه بشارة خير، وهذه من أول الأمطار اللي طلعت، وإن شاء الله متوقع كذلك قبل نهاية الأسبوع، يمكن على يوم الجمعة تأتينا أمطار، وبعدها انخفاض بالحرارة، وراح تخف الرطوبة اللي إحنا لها أيام متأثرين فيها. الرطوبة العالية قاعدة تأثر علينا صراحة بشكل كبير جدا، أنها تسبب كثير من حالات الربو وانتشار الأمراض مثل ما تلاحظون. فعلا إن شاء الله مع الهواء الشمال وهالمطرة اللي نزلت راح تخفف، فإحنا مثل ما قلت متوقعين مرة ثانية إن شاء الله اليوم، إن شاء الله وبعدين عندنا ان شاء الله على يوم الجمعه، على يوم السبت تقريبا الصبح كذي، يلا وبعدها مثل ما قلنا الشمال الغربي راح يخفف لنا نعم الرطوبه وتتحسن الاجواء ان شاء الله. طبعا انت بما انك ذكرت يعني يمعه وسبت وقلت صبح، والناس دائما هذا الويكند وشافوا الويكند كم ويكند طاف كانت الاجواء شويه تعبانه، يعني او نقول لا لا شويه ما هي تعبانه، لا ما خلينا نقول نقول تعبانه، كانت متفائل. شويه اي يعني تعبت ما اللي هي عندهم بالعكس يعني. مشاكل في الجهاز التنفسي استاذ عيسى، لانه ما قدروا يطلعون والكمامات والامراض هذه اللي كانت موجوده في الجو، ف شيء طبيعي يعني هالفترة هذه تدري فتعبوا كذا الناس من فترة كثره الحساس. الرطوبه. اي والله من كثره الرطوبه.